المشارق والدين. فنشكر الله تعالى خلق الأرض والسماوات والليالي والأيام والمنعم علينا بنعم كثيرة وكثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. ومن أجل نعمه تعالى علينا اليوم ما أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة التي نستقبل فيها ضيوف الكرام والعلماء الربانيين والقراء البالغين، خاصة العالم الكبير فضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن حكم البخاري الهاشمي المدني الذي يدرس في لحاف المسجد النبوي الشريف، وفضيلة الشيخ عثمان المدني الذي يمتلك الجود والكرم، وفضيلة الشيخ محمد جمال سيد المدني الكويتي إمام المسجد الإمام الخطابي بدولة الكويت، وفضيلة الشيخ فزدان زين الدين الإندونيسي مؤسس فضل القرآن إندونيسيا. فأهلا وسهلا مرحبا بكم أصالة مني ونيابة عن جميع المنسوبين إلى الجامعة وعن هذه الوجود التي تهنأت بشرا وفرحة وسرورا برؤية العلماء الكبار في رحاب هذه الجامعة. يا ضيوفنا الكرام، حقا إن الفرصة إذا كانت ضارة فإن الكلمات بجميع مدلولاتها ومعانيها تعجز عن التعبير الدقيق عما تجيش به الصدور من العواطف الحارة ومشاعر الأخوة الإسلامية الصادقة ومعاني الحب والتقدير. فنحن في هذه المناسبة المباركة التي نعتبرها من أسعد اللحظات في حياتنا في تاريخ هذه الجامعة عاجزون عن القيام بواجب الشكر لتشريفكم العظيم وأن تعبير معاني الحب والولاء والإخلاص والوفاء.